هذا العنف وتسمح لهذا الفكر بالانتشار على سواحلهم. تحدثت في قمة تشارك فيها أكثر من 50 من قادة الدول العربية والإسلامية، حيث أن اللاعبين الأساسيين اتفقوا على وقف دعم الإرهاب، سواء تعلق الأمر بالدعم المالي أو العسكري أو حتى الأخلاقي. إن دولة قطر للأسف لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالي جدا، وفي أعقاب تلك القمة توحدت الدول وتحدثت إلي بشأن مواجهة قطر بشأن سلوكها. إذن علينا نتخذ قرارا، هل نأخذ أو نسلك السبيل السهل أو نتخذ أو نقوم بعمل ضروري. علينا أن نوقف تمويل الإرهابيين. قررت بالاشتراك مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكذلك جنرالاتنا في الجيش الأمريكي أن الوقت قد حان لدعوة قطر لإنهاء تمويلها، ويجب عليها أن تنهي هذا التمويل وكذلك الفكر المتطرف. أدعو جميع الدول لوقف فورا دعم الإرهاب. يجب وقف تعليم الناس لقتل الآخرين. أوقفوا تعبئة عقولهم بالكراهية عدم التسامح. سوف نعمل على حل هذه المشكلة، ليس لدينا خيار في ذلك. هذه أولويتي الأولى لأنها مهمتي الأولى كرئيس. يجب أن أوفر الأمن لشعبنا من خلال هزيمة تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى، وهذه مسألة أكدت عليها طوال حملتي الانتخابية حتى عندما وصلت إلى منصب الرئاسة. وللقيام بذلك يجب وقف تمويل الإرهاب وكذلك تعليم الكراهية ووقف كذلك عمليات القتل. نرغب من قطر أن تكون من بين الدول المسؤولة. نطلب من قطر ودول أخرى في المنطقة أن تبذل المزيد وبشكل سريع. أود أن أشكر المملكة العربية السعودية وصديقي الملك سلمان وكل الدول التي شاركت في تلك القمة التاريخية. إنها فعلا كانت قمة تاريخية. لم يكن هناك قمة من هذا القبيل من قبل، وربما لن يكون هناك قمة كذلك في المستقبل. أمل أن يكون ذلك بداية لنهاية تمويل الإرهاب، ومن ثم سيكون هذا هو بداية النهاية، نهاية الإرهاب. لن يجب ألا يكون هناك المزيد من التمويل للإرهاب. أود أن أشكر أيضا